يعني المباراة البرازيل والكاميرون من وجهة نظرك يا جيمي بشتيزي؟ طبعا كانت المباراة سيطرة واضحة تماما للمنتخب البرازيلي. المنتخب الكاميروني كان بيحاول قدر المستطاع ان هو ما يستقبلش هدف ويحاول يسجل في اي وقت من اوقات المباراة من خلال الكاونترز. الموضوع كان صعب جدا. منتخب البرازيل فيه فوارق طبعا واضحة جدا فنية ما بين الفرقتين، لكن في النهاية المنتخب الكاميروني نال ما ابتغاه. المنتخب البرازيلي ضيع كتير جدا، سيطر على الكورة معظم اوقات المباراة من خلال الكاونترز وبكروس قدر لعيب كبير قوي فينسنت ابو بكر قدر ان هو يسجل الفوز التاريخي للكاميرون. فانا شايف انه هم نجحت السياسه، لكن كان معاها شيء من التوفيق انه انت ازاي توفق انك تستقبل اللعب كل هذه الفترات مع كل هذه الامكانيات في المنتخب البرازيلي. المجموعه الاماميه بنتكلم على مجموعه مرعبه في المنتخب البرازيلي، وتقدر انك في النهايه تقدر بكاونتر واحد تقدر انك تاخد الثلاث نقاط من المجموعه اللي يكون فوز تاريخي حتى ولو لم يسعف الكاميرون في التاهل للدور الثاني. رايك اسلام؟ لا زي ما جيمي قال، هو يعني يعتبر وان سايد جيم، هو ماسكين الكره طول الوقت وبيحاولوا على مرمى. حتى بعد الجون ضيع جوان برونو جيمارش وفي واحده ثانيه ضاعت مستحيل تضيع لو اتعادت 1000 مره مش ممكن يعني. ويمكن هي شوط كره وحيده للكاميرون اللي شالها ادرسن في الشوط الاول، وكره ثانيه لغايه ما فينسنت ابو بكر اللي سجل جون حلو جدا الحقيقه. يعني فينسنت ابو بكر سجل جون حلو جدا وتصرف تصرف غريب جدا يعني. طبعا هو عارف ان هم بنسبه كبيره خرجوا، لكن انت النهارده تسجل جون فتروح تقوم واخد انذار ومطرود بره. طب كنا قاعدين عمالين نقول طب لو صربيا جابت جون ممكن الكاميرون تصعد. صح. فانت تخيل لو الكاميرون كانت صعدت وفينسنت ابو بكر طرد ما راحش مع ماتش دور ال 16. لا هي المشكله الاكبر من كده يعني، او فير بلاي حكمت مثلا. هي دي انت المباراه الثانيه يا كريم كانت 3-2 ولسه في 7 دقايق وقت مش مباراه يعني. المباراه فيها انذارات كتير وفيها كروب كتير، وكانت القصه متعلقه بهدف قد لولا ان فينسنت خد الطرد قد يؤهل المنتخب الكاميروني. ليه؟ لان ساعتها وقت في حينه يعني المنتخب السويسري ساعتها يبقى عنده 4 نقاط لـ4 اهداف وعليه 4 اهداف. المنتخب الكاميروني عنده 4 نقاط لـ4 اهداف وعليه 4 اهداف. فكنا هنروح للفير بلاي، فالقصه كانت متوقفه على هدف التعادل للمنتخب السويسري طبعا لم يسجل يعني. فما بالك لو الطرد ده هو انه الطرد ده بعد ما كل اللي اتعمل ده والدفاعات وجايب هدف في البرازيل وبتاع فاكسيت انت الكاميرون والطرد ده كان يطلعك انت نفس اللعيب. فدي اصعب. بس هقول لكم حاجه بعيد، انتوا لقيتوا انزلوا من فوق. اقول حاجه بصراحه بعيده عن الاحترافيه وبعيده عن الكوره، كل كلام انتوا قلتوه ده صح، بس انا لو بلعب مكان فينسنت ابو بكر بجيب جول في الدقيقه 92 في البرازيل انا اكيد هخرج بره التوازن وبره اي تفكير في الحياه. طبعا طبعا يعني هو في الاخر هيبقى عمل كارثه طبعا، هو هيطلع عليه مش لاعب محترف، بس انا بس بحاول احط نفسي مكانه. هو ما شافش قدامه خلاص، هو البطوله خلصت بالنسبه له. تصرف منطقي غير محترف يعني، هو تصرف منطقي جدا لكنه طبعا غير محترف، لانه كان طبعا طبعا مش كان يعمل كارثه. ده كارثه كانت هتفضل مكتوبه في تاريخ الكاميرون للابد يعني. صح. ان هم يعملوا هذا الرجوع التاريخي وبعدين بنفس اللعيب اللي رجعني ده هو اللي قتلني.